بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا. رب تمم بالخير والسعادة. الله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، ثم باب ما جاء في تعتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعتر هو استعمال العطر، عطر بكسر العين، عطر وهو الطيب. إذن تعتر واستعمال الطيب. نعم. ثم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة، لكنه كان يستعمل الطيب زيادة في طيب الرائحة. نعم. ليس لأصل طيب الرائحة، نحن نستعمل لأصل طيب الرائحة وإزالة الروائح الكريهة هكذا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعمل الطيب فيتعتر ويتطيب لزيادة في طيب الرائحة. نعم. كان يستعمل الطيب في جسده وثوبه وشعره هكذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب. نعم. ابن حجر رحمه الله قال: يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة دائما وإن لم يمس طيبا. ومن ثم قال أنس رضي الله عنه: ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ما كان طيب الرائحة فقط، بل كان أريحه رائحته أطيب الروائح. نعم. رواه أحمد. والمصنف يعني الإمام الترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث في باب الخلق بلفظ باب الخلق بلفظ مسكا قط ولا عطرا. يعني هذا حديث أنس: ما شممت ريحا قط ولا مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذه الرائحة كانت لعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا روى الطبراني حديث أنه صلى الله عليه وسلم نفث في يده ثم مسح على ظهره عتبة رضي الله عنه وبطنه، هكذا نفذ ثم هكذا مسح ظهر وبطن عتبة هكذا، فبقى به طيب يفوح من هذا المسح، طيب في ظهر وبطن عتبة رضي الله عنه، حتى كان عنده أربع نسوة. عتبة رضي الله عنه عنده أربع نسوة، كلهن يجتهدن أن تساويه فيه، أن تساوي عتبة في هذا الطيب. هي تستعمل الطيب، الطيب تكسر استعمال الطيب، هي تريد أن تساوي رائحة الطيب عتبة رضي الله عنه، فلم تستطع مع أنه كان لا يتطيب. بعد ذلك عتبة رضي الله عنه ما كان يتطيب. لماذا؟ هذا رائحة طيبة بسبب مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه بطنه وظهره. هذه المرة الثانية تجتهد كثيرا، تستعمل كثيرا، مع ذلك لا تساويه. ما شاء الله. كفه الشريف.
الله ثم حديث في هذا الباب سبعة أحاديث بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري رضي الله عنه قال حدثنا شيبان رضي الله عنه عن عبد الله بن المختار رضي الله عنه عن موسى بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن نبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. ما هي السكة؟ السكة هو لها معنى يعني هذا نوع من الطيب أو وعاء الطيب هكذا سكة. ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله هي طيب يتخذ من الرامك أو الرامك وهو شيء أسود يخلط بمسك ويعرق ويقرص ويترك يومين ثم يسقب بمسلة ثم ينلم في خيط وكلما عتق عبقا كذا في القاموس يعني كلما يمر عليه أيام يزيد رائحته هكذا. هذا الطيب يقال يعني هذا ليس طبيب بل مصنوع مصنوع مخلوط من بعض الأشياء هكذا. قال في تصحيح المصابيح هي طيب مجموع من أخلاط نعم مسك عنبر هكذا يعني طيب هذا شيء واحد طبيعي أصلي لكن هذا مخلوط ويحتمل أن تكون وعاء يعني سكة معناه إما هذا الطيب أو وعاء الطيب. قال الأسقلاني رحمه الله هي طيب مركب فإن كان المراد به هنا نفس الطيب فمن في قوله يتطيب منها للتبعيض كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها يتطيب من بعدها نعم هكذا للتبعيض وإن كان المراد بها الوعاء فهي للابتداء نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال حدثنا عزرة بن ثابت رضي الله عنه عن سمامة بن عبد الله رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيبة فقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا ابن أبي فديك رضي الله عنه عن عبد الله بن مسلم بن جندب رضي الله عنه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن. فإذن ذكر في هذين الحديثين أن هدية الطيب لا هدية وأن الطيب هدية لا ترد نعم. فإذن لماذا لا يرد الطيب ولا يرد هذه الثلاثة؟ لخفة المنة فيه نعم سهل المأخذ لذلك منة قليلة فيه. وفي خبر مسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل خفيف المحمل يعني خفيف الحمل نعم الحمل ليس بثقيل إذن منة قليلة نعم والمعنى أنه ليس بثقيل بل قليل المنة ثم قليل خفيف المحمل
طيب الريح. والطيب ذو الرائحة الطيبة، جعله الله تعالى نافعا لمالكه وغيره، فلا يختص مالكه إلا بكونه حامله، والمقصود منه مشترك بينه وبين غيره. نعم، لو استعمل واحد طيبا ينتفع به غيره أيضا، ليس هذا المستعمل فقط. نعم، كذلك ثلاث لا ترد، ثلاث يعني ثلاث من الهدايا، لا يردها المهدى إليه على المهدي. فإذا أهدى رجل إلى أخيه شيئا من هذه الثلاثة فلا يرده لأنه قليل المنة، فلا ينبغي أن يرد. لماذا عدم الرد؟ لئلا يتأذى المهدي برد هديته مع أنه قليل المنة. هكذا. ثم معنى آخر يحتمل أن يراد إذا أكرم رجل ضيفه بشيء من هذه الثلاثة فلا يردها. يعني رجل أضاف آخر، فإذا قدم إلى هذا الضيف الوسادة، الدهن والطيب واللبن، لا يرد. ثم هذا عدم الرد ليس خاصا بهذه الثلاثة، ويلحق بهذه الثلاثة كل ما لا منة فيه، كالحلو ورزق من يحتاج إليه. هكذا. وقد أرسله السيوطي، أوصلها السيوطي رحمه الله إلى سبعة، هكذا سبعة أشياء لا ترد، ونلمها في بيتين فقال: عن المصطفى سبع يسن قبولها، إذا ما بها قد أتحف المرء، فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان. إذن حلو، شيء حلو أيا كان لا يرد، كذلك لبن، ثم الدهن، وسادة، رزق لمحتاج لا يرد، طيب وريحان. هكذا سبعة أشياء. ممكن هذا يعني، فإذا رد هذه الأشياء يكره، هو مكروه تنزيها. في بعض الأحيان يتعارض، يعني مثلا الصائم أهدي إليه طيب، وكذلك أهدي إليه طيب، يعني مثلا أراد رجل أن يطيب جسده أو ثوبه، لو كان في وعاء فلبسه ويقبل، ثم يستعبل وقت غير صومه. لكن هذا وقت الصوم واحد أراد أن يطيب ثوبه وجسده، هكذا. فإذا استعمال الطيب له مكروه بسبب صومه، فهذا رد الهدي أيضا مكروه. فماذا يقدم؟ من هو يقدم كراهة استعمال الطيب للصائم، لذلك يرد، لا يقبل هذه الهدية في ذلك الوقت. نعم، هكذا قال زين الدين المختوم رحمة الله عليه في فتح المعين. نعم. ثم وسائد ما هو جم وسادة، وهو ما يجعل تحت الرأس عند النوم، سميت وسادة لأنها يتوسد بها أي يعتمد عليها بالجلوس والنوم، وتسمى مخدة أيضا. مخدة لماذا؟ لوضع الخد عليها سميت. ثم والدهن، دهن كل ما يدهن به من زيت وغيره، لكن المراد هنا ما فيه طيب، نقوله الطيب ذو الرائحة الطيبة، الدهن الطيب. وفي نسخة صحيحة بدله اللبن، وقد عرفت أنه يلحق بالمذكورات كل ما لا منة في قبوله. فإذا الوسائد والدهن والطيب، هكذا في نسخة أخرى، أو الوسائد والدهن واللبن، لكن في نسخة قرأتها أولا فيه أربعة أشياء، هكذا
الوسائد والدهن والطيب واللبن. لكن إبراهيم الباجوري أقر على نسختين فيهما ثلاثة أشياء فقط، الطيب أو اللبن هكذا. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود الحفري رضي الله عنه عن سفيان رضي الله عنه عن جريري عن الجريري رضي الله عنه النبي نظرت رضي الله عنه عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل أبي هريرة في بعض النسخ هكذا هو الطفاوي، طفاوي هذا نسبة لطفاوة هيم من قيس غيلان، لم يسمى في هذا الحديث ولم يعرف له اسم. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذن هذا رجل مبهم. نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال يعني ما ظهر ريحه وخفي لونه، طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه عن الجريري رضي الله عنه عن أبي نضرة رضي الله عنه عن الطفاوي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. هو قال مثله، قوله مثله يفيد أن اللفظ واحد لكن ليس اللفظ واحد، لذلك قال بعده بمعناه. إذن مثله بمعناه بمعنى نحوه في اصطلاح المحدثين. ثم طيب الرجال يعني ما يتطيب به الرجل، هذا الطيب يستعمل بمعنى ما يتطيب به ويستعمل مصدرا أيضا. هنا ما هو المراد؟ ما يتطيب به. ثم ما ظهر ريحه وخفي لونه كماء الورد، فإذا هذا طيب الرجال. ماء الورد، المسك، العنبر، الكافور، وطيب السنا هكذا. قاله عيسى بن أبي عروة راوي الحديث عن قتادة رضي الله عنه. ثم طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه مثل ماذا؟ كالزعفران، هذا مثل الزعفران، كذلك صندل وهكذا. نعم كالزعفران والصندل، فإن مرورهن على الرجال مع الظهور رائحة الطيب منهي عنه. مرور النساء على الرجال مع ظهور رائحة الطيب منهي عنه، ويؤيد ما في حديث أيما امرأة أصابت بخارا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة، وفي حديث آخر كل عين زانية هكذا. ثم قال إبراهيم الباجوري ويعلم من ذلك أن محل ما ذكر في حق النساء محمول على ما إذا أرادت الخروج، فإن كانت المرأة في بيتها استعترت بما شاءت هكذا قال إبراهيم الباجوري. لكن ابن حجر رحمه الله لا يقول بخلافه، أراهم حملوا هذا على ما إذا أرادت الخروج هكذا أراهم حملوا، يعني العلماء حملوا هذا الحديث، يعني طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه هكذا. ما
ظهر لونه وخفي ريحه، حملوه على ما إذا أرادت الخروج. أما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت عندها. وفيه نظر، وفي هذا الحمل نظر. لماذا؟ لأنها عند الخروج لا يشرع لها تطيب مطلقا بل مكروه. يعني هذه المرأة إذا أرادت الخروج لا تتطيب أصلا، بل التطيب مكروه. هذا لا تتطيب بما ظهر لونه وخفي ريحه، أو بما ظهر ريحه وخفي لونه، من أي نوع كان، بل مكروه. وحينئذ بل وقد يحرم، بل مكروه، بل وقد يحرم متى؟ إن علمت أنه يجر إلى الفتنة كما هو ظاهر من كلام أئمتنا. فإذا لو علمت أن هذا التطيب يجر إلى الفتنة حرام، سواء كان هذا التطيب بما ظهر لونه وخفي ريحه، هو حرام. من أي نوع كان هذا الطيب يجر يؤدي إلى الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ ممكن هذا رجل يشم هذه الرائحة ثم يميل، يتحرك شهوته، هذا الرجل يميل قلبه إليها، أو يرغب أن يتكلم معها هكذا، أو ينظر إليها نظرا حراما. كل هذا من يعني مصداق الفتنة. وفي الحديث كل عين زانية، أي غالبا. فالمرأة إذا تعطرت ومرت بالمجالس، أي بالرجال، فهي كذا وكذا. وهي كذا وكذا معناه بمعنى زانية، يعني هي تعطرت ومرت بالرجال وهي زانية. ثم رأيت من أيد احتمالا بهرمة التطيب عليها عند خروجها مطلقا، أي سواء مرت برجال أو لا، وله وجوه. نعم، لكن لا يوافق كلام الله، مثل ذلك لا نقول بالهرمة مطلقا بل هو مكروه، ثم لو كان يجر إلى الفتنة فهو حرام. إذن النساء في هذا الزمان يعني يتعطرن، مكروه أو حرام، في أغلب الأحوال حرام. هذا يعني في هذا الزمان كيف لا يؤدي إلى الفتنة؟ يؤدي إلى الفتنة. لو خرجت المرأة يستشرفها الشيطان كما ورد في الحديث، يعني يجعلها شريفة بين في أعين الرجال، إذن هم ينظرون إليها. نعم، ثم يقع كذا 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 كما أنتم تعلمون، لذلك هذه فتنة كبيرة. ثم وبه قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي رضي الله عنهما قال حدثنا يزيد بن زريع رضي الله عنه قال حدثنا حجاج الصواف رضي الله عنه عن حنان رضي الله عنه أن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى رحمه الله ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث، غير هذا الحديث. ثم فإنه خرج من الجنة، هكذا ذكر العلة، علة عدم الرد، يعني هذا ريحان له شرف، لأجل ذلك لا يرد، مع أنه قليل المنة كما سبق. هو من جملة ما عده الإمام السيوطي رحمه الله من أنه لا يرد. فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان، يعني المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء خلان. ثم ما معنى خرج من الجنة؟ يحتمل أن بذره خرج من الجنة، بذر الريحان أتي به من الجنة ثم هنا يعني أنبت في الأرض، إما يكون هكذا. وليس المراد أنه خرجت عينه من الجنة، يعني عين هذا الريحان الذي أهدي إليك
لا يراد به أنه خرج من الجنة، بل هذا يعني يصح لو خرج بدره من الجنة. وإنما خلق الله الطيب في الدنيا ليذكر به العباد، أو ليذكر به العباد طيب الجنة ويرغبون فيها بزيادة الأعمال الصالحة. الحاصل أن طيب الدنيا أنموذج من طيب الجنة، وإلا فطيبها يوجد ريحه من مسيرة 500 عام كما في حديث. فإذا هذا حكمة خلق الله الطيب في الدنيا، أن الرجل حينما يتطيب يشم رائحة طيبة يذكر رائحة الجنة طيب الجنة، ثم هو يشتاق إلى تلك الرائحة الطيبة ويرغب أن يحصل هذه الرائحة من الجنة، لأجل ذلك يكسر الحسنات. هذه حكمة خلق الطيب في الدنيا. الله، لكن أين من يتذكر؟ ثم هكذا ورد يعني النهرين أنهما من الجنة، نهر الفرات منهما. فإذن العلماء يعني حملوا على ظاهرها هذا ممكن خروجهن، خروج هذه الأشياء من الجنة، لكن كيفيته لا نعقلها، وكذلك لا نحس خروجها من الجنة ولا ندرك. هذا عدم الإدراك ليس دليلا على عدم الوجود، نعم، بل هكذا موجود لكن لا ندرك، نعم. هذا عجزنا، خلقنا ضعيفا. ثم وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الحمداني رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن بيان رضي الله عنه قيس بن أبي حازم رضي الله عنه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أرلت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إذار، فقال له خذ رداءك. فقال عمر رضي الله عنه للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. هذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه ورلا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم في السنة التي فارق فيها الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسلم قبل مفارقته الدنيا بأربعين يوم، قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم أسلم. إذن في شهر صفر أسلم. ثم هذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أرلت، هكذا بصيغة المجهول في جميع الأصول. فإذن من أرله؟ أي أرلني من تولى أرل الجيش على الأمير ليعرفهم ويتأملهم هل فيهم جلادة وقوة على القتال أو لا. هذا الأمير أمير الجيش، هو يتأمل، هو أولا يعرض أفراد الجيش ثم يتأمل فيهم وفي كفاءتهم، هكذا لأجل ذلك عرلها. من أرله؟ من تولى أرل الجيش على الأمير، الأمير ليعرفهم ويتأملهم هل فيهم جلادة قوة شجاعة على القتال، هكذا. ثم ابن حجر رحمه الله قال يعني جوز البناء للفاعل، فإذا أرلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن يكون المعنى أرلت نفسي. إذن من أرله على عمر؟ أرله نفسه. وسبب ما هو سبب هذا الأرل؟ أن جريرا كان لا يثبت على الخيل، هو لا يستطيع يعني يثبت على الخيل، يعني على ظاهر الخيل هو يسقط هكذا، حتى ضرب يعني هو يخاف أن يركب الخيل ويخاف
لأجل عدم ثبوته. إذن حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له بالثبات عليها، ثم بعد ذلك لا يخاف بل هو يركب هكذا كان. هذا يعني شرف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بيده على صدره ثم دعا له بالثبات. فيحتمل أن جريرا غاب إلى خلافة عمر رضي الله عنه فحضر فأمر بعرضه عليه ليتبين حاله في ركوب الخيل، كذا قال ابن حجر رحمه الله. وبعث فيه بأنه لما ثبت استقراره على الخيل بدعائه صلى الله عليه وسلم لم يكن لامتحانه وجه وائلا، فالأرض إنما كان بالمشي لا بركوب الخيل. هكذا يعني، لكن هذا عمر بن الخطاب ممكن هو لم يعرف أنه يثبت بسبب بركة دعائه صلى الله عليه وسلم، أو يعني ليس هذا الأرض لأجل امتحانه في ثباته على الخيل، بل لأن ينظر في جلادة جسده وقوته وشجاعته هكذا. نعم. فألقى جرير رداءه ومشى في إزاره. فيه التفات، في الحقيقة أنا حق التعبير هكذا، فألقيت ردائي ومشيت في إزاري، لكن فيه التفات لأن الله يرى أن يقول فألقيت ردائي ومشيت في إزاري. هذا إن كان من كلام قيس الراوي عنه وهو من قبيل النقل بالمعنى. فإذا لماذا ألقى هذا الرداء ومشى في الإزار؟ يعني لأن يعرف عمر رضي الله عنه في جلادة بدنه وصلابة عصابه، وكذلك حتى يعلم كفاءته للقتال، ذلك هو يعني أزال الرداء وألقى ثم مشى في إزار فقط. يعني أظهر صدره وظهره يعني كتفه، كذلك هذه المواضع على عمر رضي الله عنه. فإذا قال يعني هو نظر وتأمل ثم قال له خذ رداءك يعني ارتدي به، وترك مشيك في الإزار هذا يكفي. يعني قد ظهر أمرك، أنت عرلت للامتحان، امتحنت ظهر أمرك، لذلك ارتدي امشي. فقال عمر رضي الله عنه للقوم. ثم بعد ذلك توجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن حضر مجلسه من الرجال. ماذا قال؟ ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف. يعني هو ألقى الرداء، فإذا هو عمر بن الخطاب نظر هذا يعني جمال الجسد والوجه تماما، فإذا هو يقول ما رأيت رجلا أحسن صورة إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. إذا هذا جرير لا يفوق جمال صورة جمال يوسف عليه السلام ولا يساويه، بل أدون منه. أما بالنسبة إلى عامة الناس هو أحسن صورة وأجمل صورة هكذا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أحسن وأجمل من يوسف عليه السلام. هذا يوسف عليه السلام أعطي نصف الجمال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي كل الجمال هكذا. فإذا هذا يوسف هو يعني أحسن الناس صورة إلا ما بلغنا من يوسف عليه السلام، أي لبراعة جمال صورة يوسف عليه السلام. ثم كيف يكون هذا يعني مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ مناسبة هذا الحديث، وجه مناسبة هذا الباب أن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب ريحها، ففيه إيماء إلى التعطر. هذا مناسبة يعني من قولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير. متى يكون أحسن؟ لو كان طيبه أحسن. فهذا من ضمن حسن صورتي، من هذا أي يعني يوافق يناسب. ثم ذكر هنا تتمة لهذا الباب ابن حجر رحمه الله في أشرف الوسائل، قال تتمة مناسبة لهذا الباب
أن الطيب من دواعي الجماع. استعمال الطيب من دواعي الجماع. ولذا قال بعض أئمتنا يسن لمريد الإحرام الجماع لأنه يسن له التطيب وهو من دواعيه. نعم. وقالوا يسن لمريد الذهاب للجماعة لينكف ببصره. لمريد الذهاب للجماعة يسن الطيب. لماذا؟ ممكن هناك في الطرق والشوارع في جوار المسجد نساء، لأن ينكف ببصره عن النساء يريد يسن. ماذا؟ الجماع يسن. نعم. أي ولأنه يسن له التطيب أيضا. والحاصل أن كل من سن له التطيب سن له الجماع. نعم. ثم بعده باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام اسم مصدر بمعنى التكلم أو بمعنى ما يتكلم به، ويصح إرادة كل منهما هنا. إذ يلزم من بيان كيفية التكلم بيان كيفية ما يتكلم به وبالعكس هكذا. فإذا كلام التكلم أو ما يتكلم به كلاهما. هذا شرح إبراهيم الباجوري رحمه الله. ابن حجر رحمه الله قال في أشرف الوسائل: اعلم أنه صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا وأعذبهم كلاما وأسرعهم ردا وأحلاهم منطقا وأحكمهم جنانا وأوضحهم بيانا. كيف ذلك؟ ولسانه أعظم سيف من سيوف الله، يبين عنه مراده ويقسم بسطع نوره حجج المبطلين ويهدي به الله عباده. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب، وإن أهل الجنة يتكلمون بلغة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هكذا يعني صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا. ثم وبه قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري رضي الله عنه قال: حدثنا حميد بن الأسود رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. إذن وصفت عائشة رضي الله عنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسرد، كذلك يتكلم بكلام بين كلام فصل، هكذا ثلاثة أوصاف. نتيجته ماذا؟ يحفظه من جلس إليه. ما معنى يسرد؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعجل، لا يستعجل في كلامه، بل يبطئ ويوالي بين جمل كلامه. لم يكن يوالي بين جمل كلامه، بل يفصل جملة عن جملة أخرى هكذا، بحيث يأتي بعضها إثر بعض، هكذا لا يفعل. لماذا؟ لأن ذلك يورث لبسا، أي لبس على السامعين، هذا يلبس على السامعين. بل كان يفصل بينهما بحيث لو أراد المستمع عدها أمكنه. المستمع لو أراد أن يعد جمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم جملة في هذا الكلام يستطيع. نعم. هكذا كان على حينة. وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن سامعه، سيما هو صلى الله عليه وسلم مع هذا التأني يوضح مراده ويبين بيانا تاما حتى لا يبقى فيه شوبة أو شبهة. فاصل يعني فاصل بين الحق والباطل، كلام بين
أني بين مراده وعليه مراده فاصل يعني فاصل بين الحق والباطل. نعم. ثم كذلك يحفظه من جلس إليه لأن كلامه صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة لذلك يحفظه من جلس إليه. ثم وبه قال حدثنا محمد بن يحيى رضي الله عنه قال حدثنا أبو قتيبة رضي الله عنه سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى رضي الله عنه عن سمامة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه أي لتفهم عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر كلمة واحدة ثلاث مرات. كلمة يعني ليس يعني الكلمة ليس المراد بها ما يقابل الكلام بل هذه كلمة ما يشمل الكلام أيضا ما يشمل الجملة أيضا. ابن حجر رحمه الله قال الكلمة الصادقة بالجملة أو الجمل على حد كلا إنها كلمة قال الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. فإذا هناك أطلقت الكلمة على هذا المعنى. ثم هذا إعادة الكلام ليس في جميع الحالات هو محمول على ما إذا عرض للسامعين ما خالط عليهم فيعيده عليهم ليفهموه يعني لو لم يفهموا هذا الكلام يعيد عليهم ثلاث مرات هكذا فقط. نعم. وإلا يكون يعني لو عاد جميع الكلام ثلاث مرات يكون فيه إملال أو تنفير هذا لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو على ما إذا كسروا يعني السامعون لو كسروا ماذا يفعل ولم يستيقن سماع جميعهم فيعيدوا ليسمعه الكل. نعم. إما سامعون كثيرون فإذن لو لم يتيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا سمعوا كلامه يعيد عليهم ثلاث مرات هكذا لأجل مقتل يعيد. نعم. هذا الذي قال إلة في آخره لتعقل عنه. ثم وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال أنبأنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي رضي الله عنه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة رضي الله عنه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأصداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعلم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغلبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغلبه شيء حتى ينتصر له ولا يغلب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غلب أعرض وأشاح وإذا فرح غل طرفه جل لحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. هذا حسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند ابن أبي هالة هند بن أبي هالة هند
يسمى به الرجل والمرأة. هنا وصف الرجل. ثم وكان وصافا هكذا قال، هذا بيان سبب سؤاله لخاله أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سأله أن يصف؟ لأنه وصاف، لأنه وصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فإذن هو أراد هذا حسن بن علي رضي الله عنه، هو يعلم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لماذا سأله أن يصف؟ هذا يعني لو غفل عن شيء من أوصافه ينتبه إليه، لو ذهل عن وصف من أوصافه ينتبه إليه، فكذلك يعني يتلذذ بسماع أوصافه، هكذا يعني فوائد كثيرة. نعم. خال، كيف كان خالا؟ هذا المسؤول، المسؤول كان أخا لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها من أمها خديجة. نعم، هذا كما سبق. نعم. ثم وكان وصافا، يعني كثير الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان منطقه كلامه. فإذا هو بدأ يصفني متواصل الأحزان، متواصل الأحزان لماذا؟ لمزيد تعلقه واستغراقه في شهود جلال الله تعالى وكبريائه. كان قلبه مستغرقا في شهود جلال الله وكبريائه، لذلك كان كثير الحزن، متواصل الحزن. ثم وذلك يستدعي الدوام الصمت أيضا وعدم الراحة أيضا، إذ من لازم اشتغال القلب انتفاؤها. فإذا كان قلبه مشتغلا بجلال الله تعالى وكبريائه، لذلك صار متوازل الأحزان، دائم الفكرة، لا يكون له راحة طويلة، سكتي هكذا، لا يتكلم في غير حاجة هكذا. نعم، كثير السكتي بفتح السين، كثير السكتي أي الصمت، لكن ابن حجر رحمه الله قال بكسر فسكون، سكت سكت سكت. نعم. ثم ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله والحزن صفة الأنبياء قديما، إذ هو حالة خوف وهو على قدر المعرفة، حسب قدر المعرفة يخاف الله تعالى. بسبب لذلك قال، يعني قال بعضهم على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. نعم، العالم يخاف، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. ثم هو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان لمزيد تفكره واستغراقه في شهود جلال ربه، فإذا هو يكون كثير الخوف، لأجل ذلك كان متواصل الأحزان. نعم. وقد صانه الله تعالى عن الحزن في الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار. نعم. لكن هذا الحزن رده ابن القيم وابن تيمية، ماذا حلو، ماذا هنا يعني الأئمة أخرجوا هذا الحديث ثم بعد ذلك شرحوه وبينوا حكمته أيضا. نعم. دائم الفكرة، لأنه متكفل بمصالح خلائق لا يحصيها إلا الخالق، لأجل ذلك دائما يتفكر في مصالح خلائق. نعم. ليست له راحة، هذا لازم لما قبله. نعم. ثم طويل السكت والسكت يعني الصمت، لا يتكلم في غير حاجة، لا حاجة لنفسه أو غيره. نعم. لماذا؟ لأن الكلام في غير حاجة من العبث،
وهو مصون عنه. كيف مصون عنه؟ كيف لا؟ وقد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. كذلك من قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا كثير. زيادة على ذلك أمر آخر بالنسبة إلى صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ كما قال ابن حجر رحمه الله: عصمت أن ينطق عن الهوى لا يتكلم في غير حاجة. لماذا؟ عصمت أن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعده قال: يفتح الكلام ويختمه بأشداقه. لكن في نسخة أخرى ليس كذلك. يفتح الكلام ويختمه بسم الله، هكذا في نسخة، وفي نسخة أخرى بأشداقه. فإذن معنى نسخة يفتح الكلام ويختمه بسم الله، فتح الكلام بالبسملة وختم الكلام بالحمدلة. فإذن اسم الله يراد به يعني البسملة والحمدلة كلاهما. نعم. ثم حمدلة أو غيرها كالاستغفار هكذا. ثم أشداق جم شدق بكسر أوله، شدق أشداق، شدق هو طرف الفم يعني جانب الفم. إذن ما معناه يفتح الكلام ويختمه بأشداقه؟ يعني يستعمل جميع فمه في التكلم ولا يكتفي بأدنى تحرك للشفتين، لا يكتفي بأدنى تحرك للشفتين، لو كان كذلك بل يحرك يعني حتى الجوانب، عندئذ يكون الكلام واضحا وتكون اللهجة واضحة هكذا، وإلا يكون خفاء في كلامه. هذا الاكتفاء بأدنى تحرك للشفتين هو شأن المقصرين والمتكبرين، لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. ثم ويتكلم بجوامع الكلم، هذا من خصائص كلامه، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتخر بخصائصه، أوتيت بخمس، ثم عدد هذه الخمسة: جعل للأرض مسجدا، كذلك أوتيت جوامع الكلم، وهكذا. نعم. وهنا ذكر ابن حجر رحمه الله يعني مقدارا وافرا من جوامع كلامه، هنا ذكر: وقد جمع الناس من كلامه المفرد والموجز البديع الذي لم يسبقه إليه أحد، كقوله: المرء مع من أحب، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، السعيد من وعل بغيره، ليس الخبر كالمعاينة، المجالس بالأمانة، الفعل موكل بالمنطق، أي داء ندوى من البخل لا ينتح فيها عنزان، الحياء خير كله، الخيل في نواصيها الخير، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الحرب خدعة، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغلب. هكذا هو عدد كثير من جوامع الكلم. نعم. ثم كلامه فصل يعني فاصل بين الحق والباطل، كذلك لا فضول ولا تقصير، لا فضول يعني زيادة على المحتاج إليه، الذي يزيد على المحتاج إليه على الحاجة هو فضول، هكذا لا يكون، ولا تقصير يعني في المقصود يعني أداء المراد، يعني كلامه وسط، لا فضول فيه ولا تقصير بل وسط. نعم. متوسطا. ثم بعده: ليس بالجافي ولا المهين، الجفاء غلل الطبع وشدته. ماذا أراد به هنا؟ يعني ترك
صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان غليل الطبع كما قال الله تعالى لو كنت فلا غليل القلب لم فلوا من حولك. فإذا مدحه رسول الله مدح الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بغليل هذا الذي ذكره هنا إلا. وليس بالجافي أيضا جافي يعني ثم ليس غليل القلب كذلك ليس تارك البر والصلة للأقارب والأصحاب بل يحسن ويصل للأقارب والأصحاب ولا المهين. فإذا هذا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالجافي ولا المهين مهين من المهانة والحقارة ما كان صلى الله عليه وسلم حقيرا ولا ذميما بل كان مفخما معلما كبيرا عليما في نفسه يغشاه من أنوار الوقار والمهابة والجلالة ما ترعد منه فرائس الجبابرة وتذل لمهابته الملوك ويخلع له جفات الأعراب. هكذا كان مفخما كبيرا عليما نعم في نفسه كذلك يعلم النعمة يعني يكبر النعمة وإن دقت النعمة دقيقة صغيرة جدا لكن هو يعلمها لأن النعمة أصلها من الله تعالى إذن كيف لا يعلمها هذا عليم جدا ولو دقيقة ثم لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه هو يعلم النعمة كلها ولا يذم من النعمة شيئا لكن منه استثناء ما هو لا يذم ذواقا ولا يمدح ذواقا ذواق يعني طعام ذواق الطعام. فإذا لا يمدح الطعام ولا يذم لا يذم الطعام هذا مشهور لكن ولا يمدح الطعام أيضا. لماذا لا يمدح؟ لأن الاعتناء بمدحه شأن ذوي الشره والنهمة والحرص. مدح الطعام شأن ذي الشره ذي الشره وكذلك النهمة هكذا. فإذا مدحه يؤدي إلى زيادة الشره هكذا. إنما ذكر قوله لأن ذم الطعام شأن المتكبرين ومدحه شأن المستكبرين هذا أول شأن المتكبرين مدح الطعام شأن المستكبرين لذلك لا يمدحه. ثم ولا تغلبه الدنيا ولا ما كان لها يعني لا يغلبه ما كان للدنيا. فإذا تعدي الحق لم يقم لغلبه شيء حتى ينتصر له. لم يقم لغلبه يعني لا يقاوم غلبه شيء حتى ينتصر له حتى ينتصر للحق. فإذا ولا يغلب لأجل الدنيا ولا ما فيها بل إذا تعدي الحق يغلب غلبا حتى ينتصر للحق. ولا يغلب لنفسه ولا ينتصر لها يعني لا يغلب لأجل نفسه. فإذا لو كان هذا الحق الذي يعدى لنفسه لا يغلب بل يعفو ولا ينتصر لها بالغلب بل ماذا يفعل؟ بل يعفو عن المتعدى عليه لكمال حسن خلقه فلم يبق فيه حل من حلول النفس وشهواتها بل تمحلت حلوله يعني تمحلت حلول النفس لله سبحانه وتعالى. ثم ولا يغلب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها أشار أشار بكفه كلها معناه هذا بقصد الإفهام ورفع الإبهام. فلا يقتصر على الإشارة ببعض الأصابع لأنه شأن المتكبرين ومع ذلك لا تفيد هذه الإشارة إفادة واضحة لأجل ذلك لو أشار أشار بكفها كلها. ثم بعد ذلك إذا تعجب قلبها يعني قلب الكفة كيف يقلب كما هو شأن كل متعجب
إذا كان ظهرها إلى جهة فوق قلبها بأن يجعل بطنها إلى جهة فوق من غير أن يزيد على ذلك بكلام غيره، لأن القسط قصد إعلام الحاضرين بتعجبه، فإذا لو تعجب هكذا يفعل أو على الأكس هكذا يفعل فقط. إذا تحدث اتصل بها، يعني إذا تكلم اتصل كلامه بكفه، معناه كان حديثه يقارن تحريك الكف بإشارة تؤيده. نعم هكذا. ثم وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى عند الكلام أو عند الذكر، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي حكمة هذا؟ لأن العادة أن الإنسان إذا تحدث ضرب بكفه اليمنى بطن إبهام اليسرى للاعتناء بذلك الحديث ولدفع ما يعرض للنفس من الكسل والفطور، هذا تحريك لأجل ذلك، تحرك لماذا؟ للدفع الكسل والفطور والتعب والملل هكذا. ونظيره معتيدا من تحريك الرأس أو البدن عند نحو قراءة أو ذكر لدفع ما ذكر. وحكمة تحريك اليمنى كلها والاكتفاء ببطن إبهام اليسرى إعمال كل الأشرف وهو اليمنى والاكتفاء من غيره ببعضه. نعم. وخص بطن الإبهام لأنه أقرب إلى العروق المتصلة بالقلب، المقصود دوام يقظته. لماذا هذا يقصد بهذا الضرب؟ دوام يقظة القلب استحضاره لهذا الحديث هكذا. فإذا هنا يعني عروق متصلة إلى القلب هكذا، فإذا كأنه ينبه القلب ويوقظ القلب، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم وإذا غلب أعرض وأشاح، يعني لا يستر، إذا غلب ماذا يفعل؟ وأعرض عن أعرض عن المغلوب، هذا امتثالا لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، هكذا أعرض، يعني لا يشتمه ولا يسبه ولا يذمه بل هو يعرض هذا. وكذلك أشاح، الإشاحة هو بالغ في الإعراض، هذا مبالغة في الإعراض. ثم وإذا فرح غل طرفه، إذا فرح غل طرفه، غل عينه طرف عينه، ثم غل بصره ولا ينظر إليه النظر شرح وحرص، لأن الفرح لا يستخفه ولا يحركه. نعم. فإذا يغل بصره لئلا ينظر إلى ما فرح به نظر شرح وحرص. نعم. جل ضحكه التبسم، معلم ضحكه بشاشة الفم من غير مبالغة في فتح الفم، هو لا يفتح الفم مبالغا بل يعني بشاشة الفم فقط. يفتر عن مثل حب الغمام، يفتر من الفترة وهي المسافة من الزمن أو المكان، والمراد هنا انفراج شفتيه عن أسنانه. يفتر يعني هذا اللحك، يفتر يعني انفراج شفتيه، تنفرج شفتاه هكذا. يفتر ماذا يفتر؟ هذا التبسم، التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. ما هو حب الغمام؟ الغمام السحاب، حب الغمام البرد الذي يشبه اللؤلؤ. هذا القائل شبه أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبوب الغمام،
في أي شيء، في البياض والصفاء والبريق واللمعان هكذا. وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لحق يتلألأ في الجدر. نعم هكذا. فإذا هذا وصف تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك باب ما جاء في لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خاصة في هذا الحديث الماضي. صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان مقصود الباب. الباقي بعدين إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.